طبعا انت موقفك بقى في منتهى الحرج يا علاء. مروه، انا سمعتي في الاداره كفيله ان حاجه زي دي ما تاثرش على مستقبلي. انت ما تعرفش برضه هما بيفكروا ازاي. قصدك ايه بالكلام ده؟ انت عارف كويس انا بحبك قد ايه. يعني كل اللي هقوله او هعمله هيكون بدافع حبي ليك. انت عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول ان حرام مستقبلك يتاثر عشان انا مراتك. كونك انك مراتي فدي اكتر حاجه مشرفاني. ايوه بس عيلتي دلوقتي ما بقتش تشرف، عشان كده حرام مستقبلك يتاثر. عشان كده انا بحلك من اي ارتباط. انت بتقولي ايه؟ يا ريت ما تفكرش بعواطفك، لان عواطفنا ممكن تودينا لحاجات نندم عليها بعد كده. انا ندم كله لو فكرت ان انا اسيبك. ما انا قلت لك يا حبيبي بلاش الاندفاع ده. حبيبتي صدقيني انا ما اقدرش اعيش من غيري. وانا كمان ما اقدرش اعيش من غيرك، بس هحاول علشانك، عشان انت لسه قدامك مستقبل. حرام عليك وعليا يضيع بسبب عواطفنا. انا هروح اعيش في بيت بابا واخد الولاد وهديك فرصة والاختيار قدامك. وصدقني والله ما هزعل لو اخترت بعقلك، بالعكس انا هفرح، لان كل اللي يهمني مصلحتك، لاني عمري ما حبيت غيرك ولا هحب حد في يوم من الايام غيرك. مروة صباح الخير. واضح انكم النهارده اخترتوا موضوع المحاضره، وانا بايدكم فعلا في اختياركم لانه موضوع جدير للمناقشه. زي ما انتم شايفين ان القضيه شائكه جدا. اخو استاذه جامعيه متهم بالاتجار في المخدرات، والاستاذه دي استاذه قانون وقانون جنائي على وجه الخصوص، والمعروف عنها محاربتها لتعاطي وتجاره المخدرات. زي ما انتوا عارفين وشايفين وقريتوا كمان القضية، ان القضية لسه رهن التحقيق، يعني لسه مجرد اتهام. وزي ما كلنا درسنا قاعدة قانونية اللي بتقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. المهم دلوقتي اللي لازم تعرفوه، اللي حصل لاخويا ده ممكن يحصل لأي حد منكم. عشان كده انا مش عايزة منكم حكم شامل، يعني حكم ظالم على كل افراد الأسرة. الإنسان الشريف هيفضل طول عمره في نظر القانون شريف، حتى لو كل اللي حواليه منحرفين. وأنا أصريت أجي المحاضرة النهاردة زي ما عودتكم، مستعدة لأي مواجهة عشان ما تعودتش إني أهرب من المواجهة. طبعاً ما خبيش عليكم بتمنى أخويا يطلع بريء، لكن لو المحكمة أدانته هحكم عليه بنفس الحكم. أنا مش عارف يا علاء أنت مكبر الموضوع كده ليه؟ هو في حد وجه لك حتى لوم؟ أنت مالكش علاقة بيه؟ أنت ناسي يا حمد إن بقى أخو مراتي؟ وقبل كده ماسكين برع جوز أختها متلبس واخد 10 سنين؟ العيلة دي بقى مشكوك في أمرها. مراتك بقى ذنبها إيه؟ دي معروف عنها مهاجمتها دايما للمخدرات وتجار المخدرات. ما هو دلوقتي كل الناس هيقولوا إن ده تمثيل في تمثيل. لا يا علاء، مراتك أستاذة جامعية محترمة وتاريخها معروف، وكون الناس تتكلم عليها دلوقتي فأنت عارف إن الناس بتحب تنهش في بعضها؟ بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه، وخايف أظلمها معايا. لو ظلمتها هتظلم نفسك، مراتك ست محترمة، واللي بيحصل ده هي ملهاش أي علاقة بيه، ومش هيقلل أبداً من احترامنا ليها. تفتكر حمد المخدرات اللي وقف عربية فتحي دي تكون بفعل فاعل؟ ما أنت عارف يا علاء إحنا مهمتنا الضبط، وعمل محضر بالواقعة بعد إثبات وقوعها، لكن اللي أنت بتتكلم عنه ده من اختصاص النيابة والمحكمة. أنت نسيت ولا إيه يا حضرة الضابط؟ عندك حق. هقول إيه؟ يا ريت انت كمان يبقى عندك حق وتاخد القرار الصح. والله يكون في عونك.
أنا كنت مع المحامي النهاردة واتفقت معاه يركز على كم نقطة في الدفاع. المهم قال لك إيه؟ مش إن شاء الله هيقدر يخرجوا براءة؟ الموضوع مش بالبساطة دي يا ماما. سيبك منها، دي مش فاهمة حاجة. الله، جرى إيه حاج إبراهيم؟ مالك يا أخويا قريش فلحتي ومش طايق لي كلب؟ ما هو أنت اللي بتلحشني في حاجات مالكيش فيها. هي إيه اللي ماليش فيها؟ الله، مش اللي مرمي في السجن ده يبقى ابني ولا مش ابني يعني؟ وبعدين بعد ما أتكلم مع بنتي ها؟ معلش يا بابا، ما هي معذورة. هي معذورة؟ أنا مش معذور؟ أمال أنا أقول إيه؟ ماما، وإحنا مش هنروح بقى؟ جرى يا بنت أنت؟ هو أنت ناقصك حاجة هنا؟ وبعدين ما أخوك قاعد هادي أهو، إشمعنى أنت؟ هي هي يا حبيبتي، أنت مش بتحبي ستو؟ طبعًا يا ستو بحبك قوي، وبحب بابا وماما وجده. الله الله الله، ما دام قلتي جده هاتي بوسة بقى. حبيبتي الله الله الله، أنا هكلم الراجل سيدهم السايغ يحضر لك أحلى هدية دهب. والواد مصطفى كمان عايز الكوكو توب ده ولا اسمه إيه؟ لابتوب، لابتوب يا ستو. وأنت أخويا عايز البتاع ده عشان إيه يعني؟ عشان نلعب بيه مع جدي مرعي. هلعب بيه مع جدي مرعي؟ ما هو انت وجدك مرعي مش فالحين غير في الهيافه دي. ايه ده؟ ده ابراهيم. غريبه يعني، اول ما اداني مس ديكور عايز في الجنه وعايز في النار، عايز يتكلم ومش عايز يتكلم. يعني ايه؟ عشان الموقف المشرف اللي فيها البطل. يعني تفتكر هيحبسوه؟ تفتكري هيحبسوه؟ ده مؤكد انهم هيحبسوه. يا بنت ده قفشينه متلبس. على كده بقى ابراهيم هيورث الفلوس دي كلها؟ خلاص كده موتي الراجل. ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه لما يتصوا حكم بالاعدام. يسمع من بقك ربنا. تقصدي ايه يا عناي؟ مش جايز اكون من نصيبه؟ جايز اكون من نصيبه يا حبيبتي وزغرت لكم طبعا. بقول لك يا بنت، انا كل اللي عايزاه عايزه اتشفى فيهم بالواد ده، اكتر من كده مش عايزه حاجه يا حبيبتي، فاهمه؟ وانت يعني شايفاه بيكلمني؟ ما تكلميها انت يا اختي. امال انا جايباك ليه يا روح امك مدفع لك دم قلبي؟ ما تكلميها يا بنت. يا زيزي، لا انا تمام الحمد لله. لا اصل دماغي اليومين دول متلخبطه شويه. لا اصل انا جيت اطلب رقم فاتلخبطت وطلبت رقمك. لا عشان كده كنسلت بسرعه. بس اخسى عليك يا هيمه، كده برضو تكنسل نمرتي؟ لا انا زعلانه منك موت. طب حتى اسال كده طنط ريري؟ ده انا عمري ما حبيت حد في حياتي قد ما حبيتك. طب وحشتني قوي يا هيمه، وهتجنن واشوفك. طب قول لي اعمل ايه؟ وحشتني والله. انا كان عندي حق في رايي في جوز البت مروه ده، اهو طلع فعلا راجل مش اصيل. لا يا بابا، انا اللي حطيته في الموقف ده. وبعدين ما تنساش انه ضابط بوليس وفي مكافحه المخدرات. ايه اللي ما تنساش بوليس ومخدرات؟ الراجل الجدع اللي انا اعرفه يخلي شغله حاجه وبيته حاجه تانيه خالص. يا بنتي كلام ابوكي صح. الله، افرضي ان احنا مش موجودين في الدنيا، كان عمل معاكي ايه؟ كان رماكي في الشارع انت وولادك وملكيش غير اخوكي فتحي؟ يا ماما هو ما رمانيش، انا اللي سبت له البيت وجيت. افرضي يوم يسيبك تخرجي انت وولادك كده في الشارع، ده كلام؟ هي دي الرجوليه؟ وانت ذنبك ايه بس؟ وانت كنت عملتي ايه؟ ليه محسن ما عملش كده مع سعاد مراته؟ ما عملش زيه ليه؟ لا والله على راي امك، مع ان جدع محسن ده لا له طعم ولا لون. عشان سعاد ما عملتش زيي. ده زائد ان محسن ده محتاج لكم. هو انت يعني تفتكر جوزك ده لو كانوا جراله حاجه في شغله انا كنت هسيبه؟ ده انا كنت هعديله مهيئ قد بتاع الحكومه 3-4 لواءات. علاء ما يرضاش يا بابا، ده معتز بنفسه قوي وكرامته. ايه اللي معتز وكرامته؟ انا مش فاهم انت بتحمله ليه؟ يا بنت ده انت طول عمرك مراخيرك في السماء، ايه اللي غيرك؟ ما انا عشان مناخيري في السماء رفضت اديله اي فرصه عشان ما يبصليش بصه ندم. ما اقدرش استحمل ده على كرامتي رغم حبي لي. يا حاج يا حاج، انت بتتكلم مع مين؟ دي حيطه ما بتحسش بينا. الله، ما انت عارف بنتك ودماغها اللي زي الطوبه دي. النصيبه ان انا عارفها وعارفها كويس اوي.
عشان كده انا مستغرب ايه اللي جرالها دلوقتي. ياما مش حاجتي ياما، انت عارفه ان انا ماليش في الجو ده، ولا ما تصدقش اي كلمه عني، يالا انا ماليش دعوه. ياما فاهميه، ياما فاهميه، انا عايز يفهم ابوه ايه. والنبي ياما مش كنت سبتوني ياما في حالي، ياما شفت الحاج عامل فيا ايه ياما، ادي نهايتها ياما، ادي نهايتها ياما. معلش يا حبيبي، ربنا موجود، ربنا هيقعد معاك ويفك سجنك ان شاء الله يا رب. محكمة حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فتحي إبراهيم العقاد بالسجن 15 عاما مع الشغل ونفاذ. خمستاشر سنة؟ بس ده قليل قوي، ده كان لازم ياخد فيها إعدام، أقلها مؤبد يا معلم. بتقول إيه؟ أبوه وقع في المحكمة؟ مات ولا اتشل؟ حلاوته هو ده الكلام يا معلم. مع السلامة حبيبي. هما لسه شافوا مني حاجة، ده لسه ياما هيشوفوا. الحمد لله الضغط تمام، بس محتاج لراحة ويبعد عن أي انفعال، وأنا كتبت له على موعد ياخده مرتين في اليوم، مرة قبل الفطار ومرة بعد العشاء. وهياكل ايه يا دكتور؟ ياكل كل اللي نفسه فيه، بس يقلل من اللحوم، ياكل سمك دواجن. طب هو هيموت حرك امتى؟ مش قبله اسبوعين عشان يخرج من البيت. طب اتفضل يا دكتور. يا دكتور طمنا يا دكتور. الحاج عنده اجهاد عصبي وان شاء الله هيبقى كويس وانا هتابعه. طيب. يا رب استر يا رب. يا رب يا دكتور. يا رب استر. ربنا يشفيه يا دكتور. ربنا يشفيه. على فين؟ الدكتور قال ما حدش يخش له. لا يا بهيجه، مش وقت حركاتك دي، الدكتور لسه مطمنا عليه. والله يا فوزيه ما رايقالك يا اختي، مش جايبه الكلام ده من عندي، الدكتور هو اللي منبه عليا وقال لي كده. طب ابص عليه بصه واحده بس. وانتوا مش نسوانه؟ وبتحبوه؟ وقلبكوا عليه؟ يبقى خلاص سيبوا الراجل يستريح، بلاش نزعجه ونخش له. اللي تشوفيه. بيت بيتكوا. اتفضلوا اتفضلوا. دكتوره مروه، دكتورة مروة. أيوة يا حضرة الزبط. ممكن نتكلم مع بعض كلمتين؟ اتفضل. شكرا. علاء استقال من شغله يا بابا، وهيشتغل معايا. وبعدين؟ عايزني أبقى جنبه. هروح النهاردة أنا والولاد. هنرجع البيت. ترجعوا فين؟ جالك يا بت؟ انت هبلة ولا ايه؟ ولا انتوا مستهيفين ابوكي؟ ليه يا بابا بس؟ في ايه؟ في ان جوزك ده راجل ما يعرفش الاصول. ايه؟ فاكريني طرطور؟ الواد ده لو دماغه كده ده يبقى اهبل وعبيط وبريالة كمان. هو الظاهر زي ما بتقولي كده يا بهيجة. انا بس يا حاج مش عارفة ايه اللي مزرزنك ومزعلك بالشكل ده؟ الست بنتك، الست اللي واخدة اكبر الشهادات، هل ايه تتفرق مع جوزها تسيب له البيت وتجيب عيالها وتيجي بيت ابوها، وعايزه دلوقتي يصلحها من بره بره تاخد ولادها وتروح له على طول كده؟ مالكيش حق يا مروه، مالكيش حق يا بنتي. امال انتوا عايزيني اعمل ايه؟ قولوا لي بس على يرضيكوا وانا اعمله. جوزك ده يجيلي في الاول لحد هنا يستاذني واشوف انا هسمح له ولا لا،
وبعدين انا اللي حدد امتى ترجعي له. وبعدين الشملول ده يسمع الكلام اللي هقوله ولا ما يعجبوش الكلام ده؟ كلام ابوكي موزون ومية في المية. هو دخول الحمام يا بنتي زي خروجه، الواد ده لازم يجي لغايه هنا ورجله فوق رقبته كمان. الله، وانا ما قلتش حاجه، اللي عاوزه بابا هو اللي هيمشي. الحمد لله على السلامه حبيبتي، نورتي بيتي. الله يسلمك يا حبيبي. لكن قولي، جبت فلوس المكتب منين؟ ايه انت ناسي ان انا خدت مكافاه؟ ايوه، بس برضو دي ما تشتريش بيها شقه. لا انا ما اشتريتش، ده انا مأجرها قانون جديد، لما ربنا يكرم بقى انا بنشتري شقه. طب ايه، تحب اساعد؟ قلنا ايه. اهلا. خير، مساء النور يا حبيبي. يا خرابي والنبي جنتي. ابوك برضه الله يمسيه بالخير كان جنتي قوي يا زيزي. لا انا زعلانه منك قوي يا ابراهيم. لا اخس عليك يا زيزي، اوعي إيه تقول له كده، ده عنده ظروف. بس كويس ان انت شفتيه النهارده. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتني، وحشتني قوي يا حبيبي. ما تتصورش قد ايه انا كنت بتعذب لما ما كنتش بشوفك يا اختي. لا بقول لكم ايه، هتقعدوا تحبوا ببعض كده هتعطلوني عن مشواري. معلش يا ابراهيم، جالي ظرف طارئ، هروح وارجع على طول. براحتكم انتوا بقى. يلا لو عايزين عشاء سايبكم عشاء. ها كده خلاص، هنت عليك يا مجرم. يعني انت ما كنتش تعرفي يا حبيبتي الظروف اللي انا كنت بمر بيها ولا ايه؟ عارفه يا حبيبي كل حاجه، بس اعمل ايه، مش قادره على بعدك. طب احنا هنفضل واقفين كده ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، انا موضبه كل حاجه فوق، تعالى نقعد فوق احسن. يلا العب. ايه يا ابني اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ كل ليله على الحال ده؟ حرام عليك صحتك وشبابك. ما بتردش عليا ليه يا واد؟ طبعا ما انتش عاجبك كلامي. ابراهيم، انت يا واد يا ابراهيم. ستو سيبيني دلوقتي عشان انا جاي وقرفان ومتضايق جدا من نفسي. كنت فين يا ابراهيم لغايه وش الفجر؟ كنت سهران مع جماعه اصحابي. جماعه اصحابك؟ اه. وبتعملوا ايه يا ابني لغايه وش الفجر؟ هو تحقيق ولا يا ستو؟ لا يا حبيبي مش تحقيق، انا بس عايزه اطمن عليك وعايزه الحقيقه. حقيقتي بس يا ستو. انت ما كنتش مع اصحابك. امال كنت فين يعني يا ستو؟ انا عارفه لك يا ابني. يا ابني حرام عليك، ده انت ما بتلحقش تنام. الله، انت يا واد بتعرف تقف على رجليك في الشغل ازاي بس؟ ابراهيم سيبيني بس دلوقتي يا ستو عشان محتاجه انام لي شويه. طب انت اتعشيت يا حبيبي؟ انا كده تمام وزي الفل، محتاج حاجه واحده بس ان انا انام لي شويه. انا طب نام بس، قوم حتى غير اللي انت لابسه ده. ابراهيم، خد يا ابراهيم. وما قالكيش بيسهر مع مين؟ بيقول لي انا بسهر مع شوية شباب اصحابي.
الشباب دول ايه؟ صيح مقطوعين ما لهمش اهل يسالوا عليهم. ده بيرجع وشي الفجر وانا كاتمه وساكته ومش قادره اقول لابوك. ما انت عارفه بقى يا ماما الشباب اللي في سنه بالذات اللي معاهم فلوس زي ابراهيم كده. الحكايه فيها واحده. واحده ايه بس؟ ما تكبريش الموضوع. هو مش بيقولك احنا شباب كلنا مع بعضينا يا بنت؟ لا الحكايه مش زي ما انت فاهمه كده. اه الواد ده وراه واحده مكلبشه فيه وهو مش قادر يستغنى عنها. ده بعد ما بيرجع انا بخش عليه الاوضه بسحب كده بشويش الاقيه ماسك التليفون الصغير ده على ودنه ونازل لوك 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 لوك. قبل ما بيروح ولا بعد ما يرجع؟ ها يعني قبل ما يخرج من البيت يسهر ولا بعد ما بيرجع على البيت الصبح؟ يا بنت وانا بتكلم كلام مش مفهوم. بقول لك لما بيرجع الفجر زي ما يكون كان عندها وهي بتكلمه في التليفون تطمن انه وصل البيت. بسيطه دي. انا هخلي علاء يكلف حد من زمايله يشوف لنا ابراهيم ده بيروح فين ومين البت دي. يا ريت يا بنتي عشان اطمن. واحده لا يمكن تتوقعيها. مين؟ ورده. ورده؟ مش معقول. طب ايه اللي بينه وبينها؟ لحد كده ومحدش قدر يعرف اي حاجه، لكن كل اللي عارفينه انه بيروح عندها الفيلا. جوه الفيلا بقى ايه اللي بيحصل الله اعلم. انا خايفه يا علاء. انا اللي خايفه ومرعوبه والخوف هيقتلني. خايفه لكون المنيله بستين نيله اللي اسمها ورده دي عرفت ان الواد ابراهيم يبقى ابنها. وهتعرف ازاي انه ابنها؟ دي عارفه متاكده انه ابن ميسن. ما هو بيقولوا في المثل الدم بيحن. بس البت دي خلاص قلبها مات، والحمد لله ان قلبها مات. عارفه ليه؟ لان لو هي بتحس كانت عرفت. يا بنتي ده بيقولوا واخده كل كبارات البلد تحت بطها وعامله فيها ست الستات ومصاحباهم كلهم. طب وفريدي برضو ما تقدرش تعرف انه ابنها؟ ده حتى شهاده الميلاد مكتوب ان ميسه دي تبقى امه. متلخبطه يا بنتي متلخبطه. خلاص ما بقاش فيا مخ. طب الواد ابراهيم بيروح لها الفيلا ليه وفي بينهم ايه؟ تكونش ميسه هي اللي اعترفت لها. هي مش ميسه دي هي كانت صاحبتها وهي اللي علمتها الشم. تصدقي يا مروه كلامك في محله. اصل بعيد عنك اللي بيشموا دول بيقروا بكل حاجه واي حاجه. احلف لك بايه؟ عمري ما اتكلمت معاها في الموضوع ده ولا اي مره سالتك. افتكر مره واحده وساعتها قلت لها ان ابراهيم يبقى ابني. وما لاحظتيش بعد كده يعني يا ميسه انها مهتميه بالموضوع ده؟ لا خالص. ومن ساعتها ما جبت لي سيرة عن الموضوع ده. انا خايفة من حاجة فظيعة تكون حصل. حاجة ايه يا مروة؟ يكون ابراهيم عمل علاقة معاها وهي مش عارفة انه ابنها وهو مش عارف انها امه. يا ابني يا حبيبي جدك قاعد من بدري على السفرة. جاي يا ست. جاي يا ست. جاي. جاي يا ست. قاعد فاتح الكتاب وعلى المكتب وجاي يا ست. طب هعمل ايه؟ يعني انا مش هخلص النهارده؟ قولي له لو ما جيتش دلوقتي جدك هيضربك على قفاك بالجزمه. ما انا قلت له يا حاج اروح تاني. يلا بريجة. حاضر. يا ابني انت لازم تجيب لي الكلام. جدك هيضربك بالجزمه. ده انت نمت. ابراهيم قوم يا حبيبي. وات يا ابراهيم ما بلاش دلع. عليك يا ابراهيم. وات يا ابراهيم. يا حاج يا ابراهيم. يا حاج يا حاج يا عقال الواد مغمى عليه. الحال يا اخويا. ايه؟ وات يا ابراهيم. ولا يا ابراهيم. وات ولا يا ابراهيم. ايه وات يا ابراهيم. الواد وقع ليه؟ ما بعمل له كده. الدلع من على الكرسي يا اخويا. ولا ده متلك يا حاج. الواد متلك. ابراهيم وات يا ابراهيم. ولا انت الواد وترى. ولا وات يا ابراهيم. عملت ايه يا علاء؟ وافقوا يخرجوا فتحي يحضر جنازة ابنه؟ كويس.
انتي مين يا ست؟ ايه ده؟ نسيتيني اوام كده قوي يا ست بهيجة؟ نسيتي وردة؟ وردة؟ وهي بنت اللي عاملاه في خلقتك ده؟ وايه الملون اللي انتي لابساه ده؟ حد يجي يعزي ويعمل في روحه كده؟ معلش الامور اختلطت عليكي. مين قالك ان انا جاي اعزي؟ امال ان شاء الله جايه تعملي ايه؟ جايه اشمت فيكم. تشمت فينا احنا؟ تشمتي فينا يا شوارع؟ جايه بقى كان ليا كلمتين كده واقفين في زوري عايزه اقولهم للراجل المتلقح وراه كده. على اذنك الحمد لله ان انا شفتك مذلول قدامي يا عقاد. اديك دلوقتي بتشرب من نفس الكاس اللي شربتني منه لما خدت ابني من حضني وذبحته. كنت فاكر ان مفيش حد اقوى منك ومفيش حد يقدر يقف قصادك، عشان كده افتريت عليا ودوست على رقبتي. وكل ده كان عشان ايه؟ علشان كل ذنب ان انا حبيت ابنك وكنت عايزه اتجوزه واخلف منه. قالي ان دلوقتي بشربك من نفس الكاس وحرقت قلبك على حفيدك زي ما حرقت قلبي على ابني بالظبط. معلش تعيش وتفتكر يا اخويا، اذا كان اصلا ليك عمر في الدنيا عشان تفتكر. وردة في كلمتين بقى جه الوقت عشان تعرفيهم. على فكرة الواد اللي مات ده، الراجل اللي راح ده، يبقى ابنك لك. كلامك ده خلاص ما عادش يخول عليا. ابني انت ذبحته وبعتلي هدوم متغرقة بدمه، ما تبطل بقى يا اخي كذب وخداع. مش حقيقي، ابنك ما كانش اتقتل. حتى انت لما رحت التراب والكلام اللي الترابي قالوا لك ما كانش حقيقي، لان انا كنت متفق معاه على كده. الواد ده ابنك يا ميسة مش كده؟ الواد ده ابنك يا ميسة؟ انت بتتكلميش ليه؟ انطقي. ابراهيم ده ابن مين؟ ابراهيم ده ابنك انت يا وردة. انا ما بخلفش ما بخلفش ما عملت فيك حاجة وحشة. أنا طول عمري بخدمك، أنتوا بتعملوا فيها كده ليه؟ وحياة ابنك فتحي هما بيكذبوا عليا مش كده؟ الواد ده ابن مين؟ الواد ده ابن مين؟ ابنك والله ابنك. اشربي واشماتي
عماد الدفن ده؟ ما تسريتي كلها عارف ان ابني يعني اتدفن مرتين؟ يعني بتاع عارف مرتين؟ يعني بتاع كل ده هيحصل. انت السبب يا حاج. انت اللي خليت ادخل العالم بتاعك واتورط فيه. صورت لي الشر على انه خير. كنت زي اي بني ادم. كنت عايز اكمل حياتي مع البني ادم اللي بحبها. خدتني من احلامي وودتني عالم تاني ماليش فيه. ربنا عمل فينا يا حاج. شفت ربنا عمل فينا يا حاج. حتى لو هذا اللي انت عملت ده كله علشانه هو مات وانا دمرتني حياتي وترميت في الزنزانة ما بين اربع حيطان وانت معرفش ربنا هيعمل فيك ايه. ازيك يا حبيبتي؟ خير يا مروة؟ جايباني ليه يا دماغي على ملا وشي كده؟ عايزة اعرف الحقيقة. هي دي يا دماغي. انا تعبانة وعايشة في دوامة مش عارف اخرج منها. يا ساتر يا رب. دوامة ايه يا بنتي؟ مش كفاية اللي احنا فيه يا مروة. ما هو اللي انتوا فيه ده اللي انا عايز اعرفه منك. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ حكاية ايه يا بنتي اسم الله عليكي؟ في الاول برع يطلع تاجر مخدرات وبعدين فتحي اخويا ووردة تتهم ابويا هو كمان انه تاجر مخدرات. هو حقيقي يا ماما بابا تاجر مخدرات؟ ما تردي عليا. مخبيه ايه؟ ساكته ليه؟ ردي عليا ولا انت بس في الهيبه بتتصدري؟ ريحيني انا مش بنتي. ما تردي قولي لي حرام عليكي حرام عليكي. ردي عليا ردي عليا. ابويا كان مخدر بس ايوه بس دلوقتي خلاص والله العظيم خلاص خلاص يا مروة. يعني ايه دلوقتي خلاص؟ يعني ربنا تاب عليه وهو كمان حلف يمين بالله انه يتوب عن الكردة. يعني ابويا كان تاجر مخدرات؟ اه يا حبيبتي. ما انت كنت فاكره ايه؟ الجماعات اللي انت كنت فيها والعربيات اللي بتركبوها والعيشه اللي انت كنت عايشينها كنت فاكرينها منين يعني؟ فاكرين كل الفلوس دي منين؟ وهي تجاره الخشب ما بتكسبش. مش زي ما انت فاهمه. مش زي ما انت فاهمه يا بنتي. ما انتوا عايشين في فتة محلولة مش حاسين بحاجة. تجارة الخشب دي يوم نايمة ويوم قايمة جاب كل خيبة جاب كل خيبة. ليه؟ ليه يا بابا تعمل كده؟ ده انا طول عمري فخورة بيك. ده انا ما استحملش كلمة وحشة عليك. ابوك لا هو اول واحد ولا اخر واحد بيشتغل في الكاردة. ابوك اتظلم
كبر لقى نفسه مزروع في الكار ده. يعني كان واخد تجارة الخشب ستارة يستخبى وراه؟ ها؟ مش أبوكي بس يا مروة، مش أبوكي بس يا بنتي، كله دلوقتي بيعمل كده. وفتح أخويا كان عارف من زمان إن بابا تاجر مخدرات. فتحي فضل يهابني. فتحي في الأول يا بنتي كان زيك كده أبيض ما يعرفش حاجة خالص، لغاية لما طلعي بنت الدين دي. طب وليه؟ مش حرام؟ ده شاب متعلم، لا بإيده ولا بإيدي. يا ما بوست ايد ابوكي عشان ما يدخلوش الكرنة، وهو الولاد كان رافض، بس ابوكي وقف قدامي وقال لي ايه ولي انت جننتي؟ هو انا مخلف الولاد عشان يقعد جنبي؟ انا مخلف راجلي عشان يبقى في ضهري ويشيل تجارتي والتجارة ما تطلعش بره؟ مش ذمة، مش حرام اللي حصل ده، مش حرام. حرام بس بعد ايه؟ انت جايه بتعيطي دلوقتي يا مروه؟ بتعيطي دلوقتي يا بنتي؟ ما خلاص ابوكي ما بيفرقش الجامع ولا حضانه، وفتح يا جبدي حيطان السجن ما بيفرقوش. واللي مرق الدنيا كلها يا ضنايا يا ابني ابراهيم الصغير يا مروه، لازم تسامحي يا حبيبتي، لازم تسامحي عشان نقدر نعيش في الدنيا. بعد ايه؟ بعد ايه يا ماما؟ بعد ما ضعنا كلنا ونعمل ايه؟ انا اللي طول عمري بهاجم المخدرات واوعي الناس تطلع عيلتي كلها تجار مخدرات، وابويا مثلي الاعلى اكبر تاجر مخدرات. سامحيني يا مروه، سامحيني يا بنتي. تعالي تعالي يا عمي. بس يا حبيبتي بس عشان خاطري هديك استريحتي بقى، عرفتي الحقيقة. ازيك النهاردة يا ست الكل؟ امال فين ابراهيم؟ ما جبتوش معاك ليه؟ معلش يا ست الكل، اجيبهولك معايا المرة الجاية ولا جاي؟ أنا مرة تانية، أنا عايزة ابراهيم دلوقتي. حاضر. عايزة ابراهيم دلوقتي. حاضر. أنا عايزة ابراهيم دلوقتي. حاضر. ايوه معاك وانت جاي.
اهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه كان في حد واقف على البوابه قاعد يصرخ لازم يقابلني انا والشيخ خالد، لازم يقابلني انا والشيخ خالد، وجالنا يوم الاربعاء مخصوص عشان يلتقي مع فضيله الشيخ خالد ومعانا في البيت بيتك. اهلا وسهلا يا حاج. يا مرحبا يا استاذ محمود. عامل دوشه وعايز تقابلنا، ديك دلوقتي في التلفزيون وعلى الهواء ومعاك الشيخ خالد اهو. خير؟ انا في محنه يا استاذ محمود، وارجو انكم تتحملوني، وانا رغم ظروفي سعيد بوجود الشيخ خالد. ربنا يخليك. علشان يدلني على الطريق. يا مولانا. خير. انا راجل من مريدي سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، وانا طول عمري متربي هناك، وانا كنت من مريدي الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. الف رحمه ونور عليه. وكنت اسعى الى جلساته. نعم. واذكر ان انا استمعت منه الى دعاء لرسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم. خطب به رب العالمين. نعم. وقال له ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. نعم. انما انا حاسس من جوايا ان ربنا مليان غضب عليا. خير يا حاج؟ جاي اعترف وبصراحه ان انا كنت واحد من كبار تجار المخدرات في البلد دي، وانا اصليت اجاول الكلام ده، وعارف ان في نهايه البرنامج ده البوليس هيقبض عليا، بس بصراحه ده شيء لا يعنيني. انا اللي خايف منه غضب الله، عذاب الله، قيامتي قربت، مش عارف هروح فين. وانت كنت بتتاجر في المخدرات ليه يا حاج؟ فاكر انها حلال يعني؟ ما انا كنت هقول لحضرتك يا استاذ محمود، انا طول عمري متربي وسط ناس نؤمن ان الخمره حرمها الله بنص القران الكريم، قل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هي يا ايها الذين امنوا على طول. يا ايها الذين امنوا. تمام. بس يا حاج انا قبل ما تكمل كلامك انا عاوزك انت تاخد بالك من حاجه. انت بتقول انا خايف من غضب الله. غضب الله ما بينزلش على التائب. انت لو تبت الى الله سبحانه وتعالى، الله غفور رحيم. انا ربنا ابتلاني، خد حفيدي الوحيد ابني البقاء لله 18 سنه. انا من جوايا بتاكل، انا عايز رحمه ربنا، مش عارف اعمل ايه. رحمه ربنا. الكلام اللي كان عندي ده، انا طول عمري تاجر خشب. نعم. والخشب ده شجر ربنا اللي بيطلعه من الارض، وكان اقتناعي وايماني ان الحشيش ده برضو طالع من الارض، ده نبات من عند ربنا. لا لا ما فيهوش حرمه. لا في نبات. لا اسمع بقى الشيخ خالد هيقول لك ايه بقى. الاثنين اصل في خلط فعلا يا حاج محمود، في خلط شديد جدا ما بين الـ ما احله الله وما بين ما حرم الله في قضيه الحشيش دي بالذات. لانه الحشيش هو خمر، لما ربنا قال انما الخمر والميسر والانصاب. الحشيش خمر. خمر هو خمر سواء بسواء. عشان بياخد يذهب بالعقل. عشان يذهب ليه بقى؟ هقول لك ليه. اصل كلمه خمر فعل خ ميم ر، يعني كل حاجه بتغطي الراس. فاهم يا عم الحاج؟ يعني الست لما بتلبس طرحه على دماغها بلابسه الايه؟ الخمار. اسمه الخمار لانه مغطي يا حاج دماغها، فاي حاجه بتوصل للدماغ اسمها خمره. ولذلك انت بتقول انا يخامرني الشك في صح. في 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 الراجل ده مثلا. فكلمه خمره يعني خالط الراس. الحشيش بيخالط الراس ولا ما بيخالطش الراس؟ بيأثر على الدماغ ولا ما بيأثرش على الدماغ يا حاج؟ انت ما عرفتناش اسمك ايه؟ يا حاج ابراهيم، الحشيش خمر والخمر حشيش، الاثنين زي بعض بالظبط. وانا عاوز اقول لحضرتك ان اي حاجه يا حاج ابراهيم بتاثر على الدماغ بالتفتير او التسطيل او الاسكار اسمها خمر. يعني الحشيش. يعني يا مولانا بعد نعم. اذنك نعم. الحشيش نعم. يعني يجوز عليه نفس الاحكام بتاعه الخمر. الاحكام بتاع الخمره نفس هو نجس. انا كنت متصور ان دوت يمشي على الشم، وانا حفيدي مات من الشم، وانا الله. عمري في حياتي نعم. ما تاجرت في الشم ولا رضيت، على اعتبر ان ده حرام يعني. لانه بيخرج عن الطبيعه اللي ربنا خلق فيها النبات، كله بيجر البعض. انما الحشيش ده اسمع كله يا حاج ابراهيم، كله يا حاج ابراهيم بيجر البعض. مولانا واضح برضو ان العم ابراهيم عنده مشكله فقد حفيده.
هل ده ممكن يكون انتقام من ربنا سبحانه وتعالى؟ انا اعتقد والله اعلم، يعني مش هنقول في وقت انتقام بقى، الله اعلم. لكن انا يعني هل هو نوع من انواع العقاب؟ اعتقد انه قد يكون عقوبه لابد ان احنا نصبر عليها ونعتبر ان ده تكفير من الله في الدنيا افضل لنا من ان احنا نلقى الله يوم القيامه. يعني ممكن يكون ربنا جاب له المصيبه دي عشان يساعده، يمكن ده غسيل من ربنا علشان يطهر قلبك بالمصائب وبالافات. يعني انا كل السنين دي كنت بعمل خطايا مولانا، انا متصور ان انا بعمل شيء بيريح الناس في حياتهم وفي متاعبهم، وان الحشيش ده مصر بتشربه بقالها عشرات السنين محدش جرى له حاجه. يا حاج انا فاهم انه حلال. يا حاج هو حرام، واللي يقول انه حلال يبقى بيكذب على الله وبيحرف في القران. الحشيش زي الخمر والخمر زي الحشيش، ملعون جالسها وشاربها ومتعاطيها واللي بيساعد عليه. نعم مولانا، في سؤال. نعم. طبعا انت عندك فلوس الحمد لله، يعمل فيها ايه؟ الحقيقه كل لحم نبت من حرام فالنار اولى بالله. لا بد ان يتخلص من حرام. لا 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 لا، المسجد الذي يبنى من حرام، معلش اصل دي كلمه حق. لا ما دي بس لابنى. سؤال مهم دلوقتي، هو تاجر مخدرات. ان الله طيب ولا يقبل الا الطيب. فنحن الله ليس في حاجه الى هذا المال الذي تبنى به المساجد وتبنى به. لا لا لا، انا شايف ان هذا المسجد يوزع على الفقراء والمساكين، مش انتظارا للاجر ولكن تخلصا من الذنب. بس يعيش منين يا شيخ مولانا؟ يا مولانا وفي السماء رزقكم وما توعدون، انه يرجع يشحت اهون عند الله من انه يرجع يتجه. انا بدور يا استاذ محمود اعيش منين؟ انا بدور ازاي استغفر ربي وكفر عن ذنوبي اللي عملتها. استر على نفسك يا حاج، وانا فاهم ان انا بعمل شيء حلال. استر على نفسك واستغفر الله وربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. في سؤال كان المفروض تيجي من زمان تسال الشيوخ. وانت بتقول كنت بتروح للشيخ الشعراوي دلوقتي الحاج. نعم. ابراهيم انت بتتكلم كلام صادق مش كده؟ الحمد لله. دلوقتي هو كان فاهم انها حلال. هو ما يعرفش. هو لا حضرتك إيه المفروض انه كان يسال. ما سالش او سال، ويمكن خلاص. سالت ناس وقالوا لي. سالت ناس، الناس بتفتي بعض. الناس يا عم ابراهيم بتفتي بعض، كل واحد فاكر نفسه يقدر يتكلم في الدين زي ما هو عاوز، ودي القضيه اللي احنا كلنا غرقانين فيها لشوشتنا في المجتمع. كل الناس بتفتي، كل الناس بتقول اراء، وادي النتيجه. فيه ناس بتقول ان الحشيش نبات وان النبات ده حلال تعطيه. غلط. ما هي الخمر ده اللي حصل لي. ما هي الخمر كانت ايه اصلا؟ هي الخمر بلاستيك؟ ما هي الخمر اصلها كانت نبات. أيوة بس ونبات واتعصر وتحول الى عصير. نعم. على قد فهمه، على قد فهمه، وين عليه راجل طيب يعني. على قد فهمه وسأله وقال له احنا دلوقتي يا حاج محمود احنا ناخدك في حضننا ونستر على نفسينا ونخلص نفسينا من المال الحرام، وننبه الناس على قد ما نقدر ان الحشيش خمر والخمر حشيش، والاثنين فيهم نفس اللعنه، والاثنين هيحاسب عليهم ربنا سبحانه وتعالى. ادعي لي يا مولانا ان ربنا ربنا ياخد بيدك. وانا جاي اقدم نفسي للبوليس وقدام الناس، وانا مستعد للعقاب. ربنا يرحمني في الاخره بحق جاي. ربنا يلهمك الصبر، اصبر وربنا يصبرك ويجعلك من الصابرين المحتسبين. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا متشكر يا استاذ محمود. انا اسف يا عمري، ما عادتش تفرق، ربنا كريم.